مرحبا بكم نخيل الصحفيين والإعلاميين الكل وممثلي كل الوسائل الإعلامية الموجودة في تونس وخارج تونس، يعني تابعوا فينا حتى خارج الوطن. تعرفوا أن هذا إيمان منا بأن الصحافة هي الحلقة الأولى أو الخطوة الأولى لإنجاح كل التظاهر الثقافية أو سياحية لتونس، وخاصة المهرجان الدولي للصحراء بتونس. نعرف دعمكم، نعرف علاقتكم وعلاقتنا جميعا بالمهرجان الدولي للصحراء بتونس. أنتم من أكبر داعمين ونعمل عليكم في إنجاح المهرجان. كذلك حبيت نرحب عنا اليوم ناني ونالنا شرف حضور أبناء الجهة السيد أحمد بخاري الشتوي، نرحب به. كذلك السيد علي العيدي بن منصور، كذلك عندنا الممثل عن ديوان التونسيين بالخارج اللي نشكرهم بشكر خاص لانهم سهلوا لنا العلاقه مع الاعلام اللي خارج حدود الوطن من الجاليه التونسيه اللي بالمناسبه نحب نحييهم. كذلك ممثل عن البريد التونسي، حب نرحب بهم جميعا، نرحب بكم الاخوين الكل. بالمناسبة باسمي الخاص ونيابة عن زملائي في هيئة المهرجان، حبينا نترحموا على روح الفنانة فايزة المحرسي، الفنانة اللي قدمت الكثير للفن التونسي والفن في الجنوب خاصة. كما تعرفوا الدورة 53، الدورة الفارطة، كانت دورة التحدي، خاصة أنها كانت دورة بعد الكورونا، دورة كانت صعبة علينا لكن تحدينا ونجحت الدورة. الدورة هذه الدورة 54 هي دورة الثبات في النجاح. اليوم قدرنا أن ننجح، وقدر المهرجان الدولي للصحراء بتونس أن يبقى شامخا ناجحا رغم الصعوبات والعراقيل، سيبقى شامخا كشموخ نخلي. كذلك حبيت نقدم لكم او نعرف بالمرشحين اللي معايا اليوم. نشكر بالمناسبه وزاره الشؤون الثقافيه اللي هي من داعمي المهرجان، ونشكرهم على التسهيلات، ونشكرهم على دعمهم لمهرجان ومهرجان دولي لصحراء بتونس. كذلك وزاره السياحه اللي هي من اكبر داعمي المهرجان الدولي لصحراء بتونس. الخيانه اللي رافقوني اليوم معايا السيد محمد الصايب، مندوب السياحه بولايه قبيل، كذلك السيد بلقاسم بن حامد، رئيس بلديه دوز، وزميلي واخي اشرف بن عثمان، كاتب العام للمهرجان، وخيالي في لجنه الاعلام، اللي نشكرهم على التحضير لهذه الندوه، نشكر كل من ساعدنا وكل من دعمنا، وشكرا.